كما ينضم إلينا عبر الهاتف سعادة السيد عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس. نرحب فيك سعادة السيد عبد النبي، ويعني ما هي قراءتك لمضامين الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك المعظم خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس لمجلس الشورى والنواب؟ كيف قرأت هذه النقاط الواردة في خطاب جلالته؟ شكرا للاستضافة. بالعكس، يعني احنا سعداء جدا ان نكون يعني هذه المناسبة تكون مناسبة للبدء في مشوار وطني جديد نستمد قوته أو قوتنا من يعني ما ورد في الخطاب السامي من حيثيات شاملة وجامعة، حيث أن الخطاب السامي اليوم في افتتاح الدور الثاني فصل التشريع السادس جاء تأكيدا لأولا مسارات عديدة قطعتها السلطة التشريعية بالتعاون والتكامل في الأدوار مع السلطة التنفيذية وكذلك السلطة القضائية في الجانب المتعلق بالقضاء. نعم. أعتقد أن يعني الخطاب يعني ألم بكثير من التفاصيل المتعلقة بالوضعين الاقتصادي والسياسي والتنموي ومسائل تتعلق بالتحالفات بين دول الجوار والمنطقة وبالقضايا العربية وعلى رأس القضية الفلسطينية. أعتقد أن يعني ما ورد في خطاب جلالة الملك اليوم من التأكيد على الهوية الوطنية وتعزيز التراث الوطني والإشارة بشكل واضح إلى يعني المعالم التاريخية في مملكة البحرين، ومنها يعني استعادة أو بناء أو تشييد عيسى الكبير وأيضا أحياء المحرق، هي إشارة واضحة على الاهتمام الذي تبديه القيادة السياسية بما يتعلق بهويتنا الوطنية بشكل عام، وأيضا الأهمية السياسية والاجتماعية لمدينة المحرق العتيدة في مسألة تعزيز الهوية الوطنية. وأعتقد هذا الشيء يمثل لنا فخر، لأن المحرق كمدينة لها تاريخ ولها يعني في ذاكرتنا الوطنية، ونعتز بذلك من حيث أن هذه الأمور تأتي من قبل جلالة الملك حفظه الله الذي يؤكد باستمرار على الدور الوطني وعلى الفرد البحريني في المنظومة الشاملة لمملكة البحرين. نعم سعادة سعادة السيد عبد النبي سلمان النائب الأول لرئيس مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.